بعد أن كانوا موحدين أمام الصدر قبيل الانسحاب، الآن بدأ الإطار التنسيقي يتفكك من الداخل. اليوم عندنا إطار التنسيقي، اليوم عندنا ثلاث مجموعات رئيسية، خاف واحد ما يدري، يعني خاف الجمهور ما يدري. اليوم ثلاث مجموعات عندنا بالإطار التنسيقي، مجموعة السيد المالكي والتي تدعو إلى حكومة أربع سنوات وفيها يعني لربما صولة فرسان جديدة، يعني لربما في قادم الأيام إذا خرجت الأمور عن السيطرة. هذا رأي. والرأي الثاني السيد هادي العامري ومن معه إلى الآن يضغطون على السيد المالكي على ضرورة التفاهم مع الصدر قبيل تشكيل هذه الحكومة. ولدينا الآن فريق ثالث يتزعمه السيد حيدر العبادي وعمار الحكيم والسيد قيس الخزعلي، يدعون إلى فترة انتقالية، حكومة انتقالية، ثم الدعوة إلى انتخابات جديدة. وأنا أرجح هذا السيناريو الأخير لو كان